والله العظيم انها قله حي والله انها قله حي هنا تحدي تيك توك كنت تبغى اللي يقولها اللي يقولها هو اللي يقولها ايش اللي يقولها اللي يقول الشيء ذا هو صاحب الصفه هذه مسفر حياك الله انا ادفع له مسفر حياك الله الله يسلمك مرحبا نلف قلت كظالب يا مسفر سعدي ارحب وش قصه المشكله يا مسفر معرق انا ما مسح وجهي رفع صوت ما عندي اول شيء الكاميرا قاعده تبترم قدامي كل شوي ما عندي احد انا بدخل مكان ما راح اجي جمعي كانوا معك يا مسفر اسلم وش كانوا معك قبل شوي في غرفه التواصل لا تخليني اعيد اللقطه واطلعك بشكل مو مزين مالك ما حد سلطان معي يا اصلا اساسا الاعداد كلمه هو بيعلمك الكاميرا قاعده تقول كذا طيب خلاص تفضل ما يعني شيء لا لك ولا لي تفضل طيب سالفه المشكله اللي اليوم اي مشكله اللي بينك وبين نواف وسحبوا منك ماي بس قبل لا يجاوب علمها انها مصوره بس يعني في حال ان اي سحبوا مايك نواف عياش علشانها انحلت المشكله ولا باقي عشان نحلها بس اول شيء مايكي معي انا ما انسحب المايك صبح صبح احنا نتكلم صبح مسفر انحلت المشكله ولا نحلها المشكله اللي بيني وبين نواف اي اليوم الصباح اي ما عندنا مشكله اليوم الصباح توك تقول المشكله اللي بيننا بعدين ما انا قاعد اكرر سؤالك عشان اكون واضح بس لي انا بس تراها مصوره يا مسفر ما في مشكله ما في اي اشكال ما عندك مشكلات ما في اي مشكله بيني وبين نواف وش اللي صار وش اللي صار بينكم اللي وصل الى مدلل مزح يا رجل سلطان استاذ سلطان انت والشباب اللي عندك ترى انا رجال اواجه ماني الاول طيب احنا نواجه العلم خليك شجاع يعني يا مسفر ما في اي اشكاليه ليه الاداره سحبت المايك وجوكم انا مايكي معي ما ادري اذا سحبوا منه نواف المايك نواف سحبه مني لا انسحب من نواف المايك وش السبب يا ولد خلنا نسمع خلنا كيف لا تعلم لا اعلم هل انت تكذب يا مسفر مالك الوفاء بي معليش هذا يدف له صبه في مسجد جيبه كف شرون مسفر مسفر قل لي بس الموضوع باختصار وهل هي انحلت ولا احنا نحلها بس انا والله ما ودي اطول في الشيء توه يضحك على قد والله والله اني اكلمك صادق والله واني داري انك صادق ومنجي من الكذب كله يا ابوه لكن انا اقول ما في مشكله حاصله بيني هذا سؤال مسفر حق وغطى والله ما جاء مشكله ما جاء مشكله تحلف بالله ما جاء مشكله نهائيا يعني بيني وبين نواف والله ما جاء مشكله تعدنا تطلع الجمر ولا اي حاجه ولا اي في اي مشكله طيب والمقطع يا ريجين مشكله تطلع قلت حددت ها نواف متحفظ نواف طيب اسمع الاعداد يحلفون ان بينكم مشكله وانها صايره يا اديان ايش سالفه لكم يا ربع عطني المشكله وانا اقول اول شيء المشاكل ابسك سؤال ابعد عن المشكله ابسك سؤال الان من هم ايش رايك في اللي دقوا الباب ورعان ولا ما هم برعان والله اول شيء سعود العتيبي ما اخذنا في اجتماع مغلق وكانوا جميع المتسابقين موجودين ووقفت سعود استاذنت وقلت له قلت الطريقه هذه طريقه ما تصلح وسواء معي ولا معي ورعنا قلت ورعنا في الهواء اي انا قلت في الهواء ولا عندي يعني مشكله واقول لا زلت ثابت على رايي ولا كنت انا وقتها ابو سمره الصباح اسمع انا ما احب اقاطعك فهد ماني مقاطعك والله واستحي علشان يجي فيه لذه في الكلام تنبسط انت وانبسط انا والجمهور انبسط. ابو سمره يصور اليوم الصباح وانا متكي وجالس معه. فلف الكاميرا ولقاهم كلهم مغطين وجههم يعدون، انا معه ما عرفت من هم. فانا اقول حقيقه الحركه هذه حركه ما تصلح ولا تمنيتها من المتسابقين. لا 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 دقيقه 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 لا لا دقيقه العلم ما هو كذا انت تعرف من هم. قبل؟ اي تعرف على 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 اقل تقدير تعرف خمسه. بالعرضات ولا بدون؟ ها؟ تعرف خمسة ولا ما تعرف خمسة؟ مالك لو يا فهد بالله عليك وبكون جاد أنا فيها وأتكلم جد ها؟ وقتها شاهد الله ما كنت أعرفهم كلهم كيف 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 جيت عندي عند عون تقولني أعرف خمسة؟ أنا جيتك عند عون قلت أنا بعده هو بعد الكلمة ولا قبل؟ بعد الكلمة أنا جيت عند عون صراحة وجاني عرضات جيت عنده قلت اسمع لك مني اضمن لك الظهور 12 ساعه سلمني ضجيجي قبل اني اعرف خمسه منهم خليني اروح اتاكد من الاثنين الباقي بوجهك امانه فهد طيب بس امانه فهد قلت انك واحد منهم امانه وياه عشان بيع مسبر في ذمك عشان اصنع لي ارزاعه والله الاستاذ مسبر مسبر وش قلت لك قلت دور لي عرض ثاني مسبر مسبر حلو مسبر مسبر ابغى اقول لك شيء لان وقت البرنامج معنا انا ادري والله ما قلت واحد دقيقة مسفر بعيدا عن هذه أنا أدري وأنت تدري بالمشكلة اللي صارت اليوم صبح
احنا ثقتنا فيكم عاليه جدا. جعل ربي متى بدلك. ونامل عليكم خاصه انتم كبار النسخه. الله ما ودي هالتصرفات تصير وتطلع على الهواء. ترى يعني جالسين يبعدون على الهواء. فانا جيت اقولها لانكم يعني وتدري اني صادق في الكلام ذا ولا تقدر تنكره. والله ما تقدر تنكره لاني ادري بكل شيء وبادلتها. اتمنى انكم تكونون قدوه للنسخه هذه. وانكم تكملون الثمانين يوم الباقي. محمد الدعيرم قبل الختام بس نقطة أخيرة. ايه بوضح محور بوضح حقائق غائبة يعني بس هذا الأولى بس. ناقة حيوان ولا مو حيوان؟ لا ما هو حيوان. حيوان اللي يقول انت سببت السالفة. دقيقة مسفر مسفر تعدي مسفر تعدي والله لجلد. امس العشاء امس العشاء انت اللي جايبه بفلوسك؟ لا ليه تسولف زين يا مسفر؟ دقيقة تكفى وطالع فيها انك انت اللي موكل الجماعة موكل طالع في الهواء وتكلم نواف عياش كلمة جد. هل انت تكذب ولا يعني بتحط جمايلك بطن الرجال ببلاش؟ اول شيء ما بيني وبينهم جمايل حرام. واحد مخبر انت اللي تقول انت اللي تقول نقطة اخر السطر انت اللي تقوله. الشيء الثاني انت اللي تقوله يا مسفر. انت تقول انا شريت انا قلت عيشة انا قلت 60 ريال انا قلت قبل كل شيء انا رجال شجاع. انا قلت قبل كل شيء انا رجال شجاع وواجب. انا واجب الكلمة هذه انا قلتها. يعني شفتك لابس بسفوري اكيد بتواجه كانك هذا اللي حق بسفوري او بدون بسفوري انا بواجه. طيب مسفر اسمع انا قلتها ولكن ما توقعت ان البث انا كان ما اتوقع ان الجوالف ما اتوقع وانا اسف يعني بالعكس. الله يكثر خويا خوياي. انا عتبان على مسفر في حاجه غريبه للامانه. انا بعلمك الامر الاول. يوم هرب نواف بن عياش جاني هو علي عساف قالوا تكفى في وجهنا. يقول هذا الماثل امامك حلو. يقول في وجهنا النواف بن عياش. النواف بن عياش ما بدون استبعاد هو استاهل. النواف بن عياش سمعت جد. هذا كلام متى؟ الصباح حلو. في الليل تضرب عشان ندوم. عشان النواف يقول انا اللي معشي وهذا يقول انا اللي دافع 361 تتوقع اندومي اندومي. لا لا بفكر والله انه اندومي بالمايونيز. مو مايونيز حاطين يا سمن والله بالمايونيز وسمن بلد حرفت حاشي والله العظيم والله العظيم. دقيقه بعدين تقبع انت وخويك هذه قوتكم علشان كيس اندومي بغيت تحذفون بالبلوك. ايش يا اخوه؟ طيب هذا بالبلوك فين وجهي وانا طالب وعندي خلاص. بعدين ضربته كيف؟ خلاص واضح اساسا انه فاز. ما هو لا مو لا ولكن اما بالنسبه طيب بلوك انت هذا في بلوك هذا غير صحيح. مسفر نواف بن عياش اكبر من الكلام ذا وانا اكبر من الكلام ذا. طيب مسفر جدا الله يعطيك العافيه. انت اسمع انتم اكبر من كل شيء لكن مخالفتكم وخطاكم اليوم مشكلتكم تراها بعدين ضرر على اخوياكم لانكم كبار النسخه. والله يعطيك العافيه مسفر. الله يسلمك. شكرا لك. شكرا الله يستر عليك. البرنامج الماضي